ماما ماما من ايمت موجوعة؟ من شهر. عم يوجعك هون؟ ايه. وهون؟ ايه هون كمان. وهون شو؟ شوي. دكتورة، برأيك شو المشكلة؟ التهاب لمفاوي؟ بصراحة صعب نحدد، حسيت بكتلة هلأ. بس في كتير احتمالات، هي بصراحة. طيب شو هي الاحتمالات يلي بتتوقعيها؟ احتمال ورم خبيث؟ ايه ممكن، بس لازم تعملي تحاليل لنتأكد. كل يلي بقدر أقوله إنه على الأغلب شي بيتعلق بالثدي. عمرك 45، صح؟ ايه. لازم تصوري اليوم الأحد، تعالي بكرة لتعملي الصورة. النتيجة بعد يومين، النتيجة بتوصلك برسالة نصية. ماشي، شكراً دكتورة. العفو. رقم 23. مرحبا، أهلين. لو سمحت روح على الغرفة رقم 1. طلعت نتيجة الماموغرام لمرتك؟ إيه، درجة سادسة. أوه، معناها لازم تعملوا جراحة بأقرب وقت. حكينا مبارح، يمكن نعمل استئصال. رقم 24، لو سمحت روح على الغرفة. محظوظين كتير لأنه الورم ما انتشر لسه. صحيح، ما قدروا يتحكموا بالورم عند البنت اللي جنبنا وتأخروا على الكيماوي. ضليت هون مبارح عند مرتي، كانت البنت عم ترتب لجنازتها وعطت أهلها شهادات الملكية وكل عيلتها أجت تزورها. المريضة فقدت الإيمان بحالها، يا حرام. ايه طبعاً، نسبة الإصابة بسرطان الثدي هالفترة مرتفعة. في بنت بجناحنا عمرها بالعشرينات وهي مريضة. يا حرام قديشها مسكينة هالبنت. رقم 25، جيان كونغ، لو سمحت روح على الغرفة رقم 4. مرحبا. أهلين، كيف بقدر ساعدك؟ عندي موعد مع السيد بينغزو المدير، خليني أشوف لك يا. اسمي فان جيوان. أنت السيد فان جيوان صح؟ ايه؟ تفضل معي لو سمحت. تمام، تفضل من هون. يلا يلا تفضل. أستاذ، السيد فانغ هون، تفضل. أهلين فان جيوان، صار لي سنين ما شفتك، تفضل عود ارتاح. مكتبك بياخد العقل. أنا مشغول اليوم، عندي اجتماعات فما رح أعمل لك شاي. لا تعذب حالك، خلص. فانك، أنا وأنت منعرف بعض من سنين، رح أدخل بالموضوع فوراً. تفضل. قريت السي في تبعك. يعني مؤهلاتك وخبراتك وقدراتك كتير رائعة. بس إذا بدك تشتغل بشركة محاماة، أنا بعتقد إنهم مالهم كافيين. يعني بسبب الشهادة بقدر أخذها، مو مشكلة. هي جزء من السبب بس مو كله. وشو السبب؟ الشهادة نقطة انطلاق لشركات المحاماة.
بعتقد ممكن يكون صعب عليك شوي تقدم امتحان المحاماة بهالعمر هاد. ها لا أكيد ما عم شك بقدراتك فانك، بس بعد ما تاخد الشهادة وتجي تشتغل لازم تبلش من نقطة الصفر، يعني أدنى منصب مساعد قانوني. فهمت علي؟ يعني شغل كتير وأجر قليل. فانك عمرك هلأ 45 سنة مو هيك؟ ايه بس ببين أصغر. بالحقيقة منصب المساعد القانوني بيتطلب جهد بدني، ويعني من هذا المنطق أنا بعتقد أنه مناسب أكتر للشباب حديثين التخرج، عمرهم بالعشرينات ووضعهم المادي مو كتير منيح. بالحقيقة ما عندي مشكلة أخذ الشهادة أو حتى أني بلش مبتدئ. لحظة فانك، شو رأيك نشوف الموضوع بشمولية أكتر؟ شوف يعني أنت بدك سنة ونص لحتى تدرس للامتحان، وبعدها بتشتغل مساعد، وهذا رح ياخد سنة أو سنتين. بس افترض أنك أخيراً صرت محامي بشركتي، بيكون قرب وقت تقاعدك صح؟ إيه صح، بالشركات القانونية سن التقاعد بحدود 50. لو سمحت استاذ. ها؟ طالع شي؟ شو قلت؟ مو انت عم تستنى ركاب؟ هلا هذا شكل واحد عم يستنى ركاب لحتى يوصلهم؟ فكرتك محصل رسوم، كنت عم اقول معقول محصل رسوم متأنق هالقد؟ انا اسف، فكرتك عم تستنى ركاب، ويعني ممكن توصلني. انا مستعجل بدي اوصل ملف لعميل وقلي زمان ناطر، وقلت بسألك، تكركبت كتير وخايف اتأخر. بعتذر منك عن اذنك. لحظة استنى شوي، انت بتشتغل بهذا البناء؟ ايه الشركات اللي بهذا البناء كتير سيئة مو هيك؟ ايه عن جد؟ لوين رايح؟ على شارع داوانك. داوانك؟ بتمر من هنيك؟ للأسف لا، بس مو مشكلة، أنا رح وصلك لمحطة المترو يلي هنيك، خود المترو في شوية زحمة اليوم بس. طيب شكراً لك. فضل. قديش بتريد؟ سلامتك ما بدي مصاري، ببلاش، توصيل مجاني. شكراً يا سيد. سيد؟ صرت السيد سائق اليوم. حزام الأمان. ايه ماشي. وينجي؟ اليوم عنا درس يوغا، طلعتي من البيت؟ بلا ما نروح على درس اليوغا هداك، وجودك مع مينغ موقف غريب. شو عم تحكي؟ كيف غريب يعني؟ الوضع طبيعي، هي أنسة وأنا طالبة عندها. ما في داعي تحطي حالك بهالموقف، حتى لو نحن اشترينا بطاقة منقدر ننقل على صف تاني، خلينا نغير الصف. حبيبتي أنا رح روح ورح ضل اتدرب بهذا الصف نفسه، مو شايفة القصة غريبة ولا شي؟ من مد إيدينا بهالشكل نرفعهم لفوق لفوق، تمام، حافظوا على التوازن، خدوا نفس، الإيدين بشكل عمودي مع الأرض، بعدين منرجع لورا على مهلنا. سونكيان خدوا نفس، طبقي وراها. عم بسمع شو عم بتقول. شو بكي؟ برافو. يلا بيكفي هاي الحركة،
هي الحركة منيحة كتير لشد البطن وللعمود الفقري كمان، يعني ممكن إنه تساعد بتصحيح العمود الفقري كتير وبيروح التوتر، بتساعد يعني. يلا حاولوا لسه. شو هالحكي الحلو هاد؟ واضح ومنطقي، عنده منطق حلو، بس قولة وفعلة بيختلفوا عن بعضهم. وطي صوتك. يلا بكفي هيك حاجة اليوم، وهلأ استرخوا، تقدروا تقوموا، هذا كل شيء لدرس اليوم. شكراً لكم. يلا أسرع. هاي هاي شبك؟ أخت تونغ، ممكن تقنعيها توقف تصرفاتها هي؟ كيف بدي تابع تدريب هيك أنا؟ ماشي، رح أحكي معها بالموضوع، الموضوع ماله شخصي، هي هيك عم تكون بالفترة الأخيرة. إيه بعرف، بس إذا ضلت هيك عن جد أنا ما بقدر أدرب، يعني إذا بدها تضل عم تعمل هيك رح أضطر طالعها من الصف كله. طالعي مين؟ استني. بدك تطالعيني أنا؟ لا، عم تحكي معي عن حركة اليوغا، ما هيك؟ سونغ كيان، أنا عم أحكي عنك، أنا ما رح أقدر أدرب إذا ضلتي عم تتصرفي بهالطريقة. والله ما بتقدري تدربي؟ مو انتي اشطر وحده بشغلك؟ خلص خلص حاج، عم بتحاولي تفتني بيني وبين رفيقتي، هلا تعودتي تتدخلي بين الناس مو هيك؟ خلص شبكي، خلص بكفي سون. مين اللي عم يتدخل؟ انتي كيف بتحكي معي هيك؟ انتوا اتطلقتوا من سنين وانا مالي علاقه بهالشي. ايه كلامك صح، وانا ما دخلني بشي ياوي دونغ نهائيا. ايه معناها تمام، يلي عم بحكي عنه انا هو عيلتي، أنا وبنتي يانغزي عيلة هلأ، وإنتي عم تتدخلي بيني وبين بنتي، بتعرفي هالشي ما؟ خلص بقى روقي شوي. نصيحة، حاجة تتدخلي بعيلتي. يانغزي راحت على بيت أبوها، في شي بخالف القانون؟ لا أبداً. طيب وأنا بكون خطيبته لك يا، وغلط شي إذا رحت على بيت خطيبي قولي؟ كمان لا. معناها اتفقنا وجوابي واضح، أنا ما تدخلت بعيلتها بنو. بالله ما تدخلتي؟ عن جد مفكرة أنك ما تدخلتي؟ إذا ما تدخلتي كيف راح عش العصفور لإيدك؟ كيف دخل عش العصفور لدمك؟ خلص بلا ما نحكي بهذا الموضوع، ليش عم نعيد نفس القصص؟ حاجة بقى، يعني انتي معصبة مشان عش العصفور ينقزي اللي عطتني اياه، إذا انتي عن جد زعلانة عليه رح اشتري لك واحد تاني بداله. لا ما بدي. بكفي. أنا برأيي خلص خليني أحكي، إذا سكري على الموضوع. أنا برأيي روحت ينقزي على بيت أبوها شي محتوم، وأنا وشيا ورح نتزوج بالمستقبل شي أكيد، وبعد ما نتزوج أنا رح صير مرت أبوها لينقزي. شو هذا اللي عم تحكيه؟ أنتي رح تضلي أمها الحقيقية. اهدي شوي، عم قلك لك أنتي أمها الحقيقية وأنا مجرد مرت قبلها إلها. طيب اسمعي، خلينا نكون أصدقاء ونادي لبعض، مو هيك أحسن؟ ما بدي أكون رفيقتك ولا أختك. ما بدي أكون رفيقتك. حاجة تحكي هالحكي، الولد ما إله غير أم وحدة، أي طفل إله أم وحدة وبس، أم يانغزي هي سونغ كيان. حتى لو تزوجتي شيا وهذا الشي بيضل بيناتكم انتو الاثنين، بهالحالة بتكوني مرته وبس، مو أمها لينغزي. وكمان إذا بدنا نحكي عن الإخوات فأنا أختها لألا مو إلك أنتي. ايه يلا روحي حضري لدرسك الجاية، روحي خلص بلا ما تحكي، وأنتي كمان تعالي خلينا نروح. يلا حبيبتي يلا طلعي. ألو حضرة المدير السوق، مرحبا. ايه أنا فانغ يوان، كيفك؟ ايه أنا معك بشركة يونغ جيان التجارية، حضرة المدير أو أنا هلأ عم بستنى عرض شغل، عندك وقت حضرة المدير؟ أنت باجتماع، كنت مشغول؟ مو مشكلة، ماني مستعجل. طيب بتمنى تتذكرني إذا صار عندك شغل منيح. كمية الحزم الحمراء مو مهمة، المهم الفكرة منا، هالهدية بتوصلكم. لك قديش هون مجانين هدول عن جد. الأخ فانغ تسرح من فترة، سمعته صح؟ أنا بالبيت، وينك أنت؟ هلأ فتت على البيت. خليني أقول لك شي تاني، وعلي عملتيه اليوم، أنت جادلتيها
وبهدلتيها وعلقتي معها كمان وحطيتي لها تقييم سيء، فما في داعي هلأ تخانقي ينجزي، سمعتي؟ لما حطيت لها تقييم سيء ما كان لازم أشر على كلمة غير راضي، كان لازم أشر عند كلمة غير راضي نهائيا. شو المنيح فيها؟ بشو هي أحسن مني؟ آه؟ وينجزي ليش بتحبها؟ شو بتحب فيها؟ ما عم بفهم. عن جد عم تحكي أنتي؟ قلت لك 100 مرة لأنه هي ما بتخانقها، ماشي؟ وشياوي دونغ ما بيخانقها، يعني مينغ أكيد ما رح تبهدلها. اللي بيبهدل الولد وبيضل عم يخانقه ويعيط عليه بكل تفصيل صغير رح يصير يكرهه. فان ابني هيك. حاولي تتركي ينجزي لحالة. اسمعيني هلأ، لا تروحي تعصبي على ينجزي، تجاوزي الموضوع. لما بيتخانقوا اثنين واحد فيهم لازم يستسلم بالأول. إذا هي ما استسلمت بدري أنتي، لأنه نحن أمهات لازم نكون صارمين بكلامنا، بس قلوبنا لازم تكون حنونة. لسه حتى استسلم، أنا ما غلطت هاي المرة، مو ناوية استسلم أبدا. وشو رح تعملي يعني؟ إذا بتضغطي عليها رح تجننيها للبنت. إيه بلاهن هلأ اللطف والاستسلام كمان، بتعرفي؟ رح كون لا مبالية. كيف رح تقدري تعملي هيك؟ هذا مو معناته رح اتجاهلها تماما، رح ضل اطبخ لها مثل العادة، بس ما رح اهتم بالباقي. فهمتي علي شو عم قول؟ بعتقد هي كمان لازم تفكر بالموضوع. إذا قدرتي تعملي هيك عن جد رح تبهريني، عن جد. ما بتتواصلوا بس بتتظاهري بإنك موجودة على طول بحياتها، إذا قدرتي على هالشي خبريني رح أدعمك. وأنا رح أدعمك كمان. المشكلة بتعرفي نحن كأمهات ما منقدر نعمل شي يقهر ولادنا. إذا زعجتي ابنك ولو شوي بالنهاية أنت اللي رح تتضايقي. يلا رح سكر، رايح أحضر العشاء. لحظة شوي، لحظة، قلتي ما بدك تهتمي فيها، مزبوط هالحكي؟ بس ما بقدر خليها جوعانة، يعني تخيلي أكيد مالي قلب، بدي طعمية. ماشي رح أسكر لأنه أنا كمان من شوي وصلت على البيت. خلصتي؟ هلأ وصلتي على البيت؟ ليش حاسة إنك رجعتي من شي نص ساعة تقريبا؟ فظيعين أكيد أنتوا قضيتوا درس اليوغا وأنتوا عم تحكوا، وطول طريق الرجعة بتكونوا عم تحكوا مع بعضكم كأنكم مدمنين. ما خلصت حكي معه، وكنت عم أقول إني رح أرجع بكير لشوفك، وبهالطريقة ما بضيع وقت أبدا. لحظة لأبعت هالرسالة. ها إيه جيت. أنا وسونغ رحنا على درس اليوغا اليوم وتخانقنا مع مينغ. سكري على الموضوع وجعني راسي. سكر على الموضوع؟ بيوجع الراس. قلي كيفك اليوم وشو صار معك مشان الشغل؟ أه؟ رحت على شركة بينغزو. وشو صار؟ شو صار؟ يعني شركته عم تتطور منيح. عن جد؟ طيب وشو يعني؟ شركته عظيمة كتير، يعني مستأجر حوالي 7 أو 8 طوابق بالبناء، عن جد شركة كبيرة، عرفتي يعني؟ والديكور حلو كتير، كل طابق 4 أمتار، عن جد، في منحوتات حديثة بالغرفة كأنه يلي عملهم فنان كتير مشهور، زوكا لابس بدلة وطالع كتير مرتب، إيه؟ يعني هيك شي. طيب وشو نوع الشغل اللي تقدم لك أنت هنيك؟ لا ما في شي إلي أنا، شو بدهم فيني أنا؟ حتى إنه ما معي شهادة محاماة، شو بدي ساوي هنيك يعني؟ وهو قال إنه لازم حضر لامتحان المحاماة بالأول، وحتى لو إني حضرت منيح للامتحان وأخذت الشهادة رح كون مجرد شو قال اسمه مساعد قانوني، وبعد كم سنة بصير مساعد محامي، وبعدين بصير محامي وبيكون صار الوقت تبع التقاعد. لهيك يا ستي ما مشي الحال معي نهائيا، ما مشي الحال. شو بدي أعمل يعني؟ ما مشي الحال؟ ومستحيل. لكن ليش قلت إنه كل شي تمام؟ ما قصدت عني، كنت عم بحكي عن شركة زو إنها شغالة، بس أنا ما طلع إلي شغل فيها نهائيا، كنت عم فكر فيها وأنا راجع. أنا اسمعي وينكي، عمري 45، 45 سنة، صرت كبير، صعب كون مع أولاد بالعشرينات بنفس المنصب كمساعد قانوني ويكونوا متخرجين جديد، بس يشوفوني رح ينادولي أخي ولا عمه. ما حبيت الشغلة. أنا قلت لك اليوم الصبح ما عنا مجال للمنافسة مع مواليد 80s and 90s. بس أنا بعد ما فشلت ورجعت لهون على البيت تبنيت خطة تانية اسمها مطر الحزمة الحمراء. شو يعني هالحكي؟ أنا بمجموعات الدردشة اللي أنا فيها هدول، شوفي هاي وحدة مجموعة محامين، طلعي شوفي ايه؟ وهي مجموعة رفقاتي بالصف أيام المدرسة، شفتيها؟ وهي المجموعة من أباطرة المال، بهي المجموعات بعت حزمة بقيمة 800 يوان ب4 مجموعات. طيب وتفاعلوا منيح معك؟ ايه كتير، استلموها بثواني. وشو صار؟ على كم وظيفة رشحوك؟ ولا وحدة. كبينا المصاري بالبلوعة؟ لا مو بالبلوعة، بقلبي. قصدي بخصوص المصاري تعلمت درس قاسي اليوم. شوفي بصراحة بعتت 68 رسالة. شوفي
اجاني 25 رد و25 تانية اجاني تعابير وسمايلات. طلعي شوفي، طلعي منيح. اوكي، وإشارة نصر ولايكات، وفي 7 ردود علي كتابة، وردود كانت ماشي بنتواصل وشكرا كمان. اي فانج ضل عم بتدور، شو دور يعني شو اعمل؟ يلا فانجي وان اشتغل منيح على القصة. طلع قصدهم يكون عندي اتصالات. اها، تعرفي شو هي الاتصالات؟ طيب خليني اشرح لك هلا. الاتصالات مو لما تشوفي حدا وتقعدوا تحكوا مع بعضكم وتتواصلوا. الاتصالات مو يعني كم شخص بتعرفي، يعني كم شخص بيعرفك. فهمتي علي؟ وما أنا عدد الخدمات اللي تطلبيها من حدا، لا، عدد الخدمات اللي بيطلبها حدا منك. الاتصالات مثل طباعة أو توزيع، يعني كروت عمل، وما بتعني عدد البطاقات اللي وزعتيها اللي بيوزعوها هن وكلاء العقارات، بياعين صح؟ واللي بياخدوا البطاقات. حلو، هيك منيح، هيك وهيك منيح. هن القادة أو المسؤولين عن هي القصة. يعني لما بتطبعي بطاقات عمل تكتبي فيها بس كلمتين فانج يوان وبس، هيك فانج يوان صح؟ ياومينغ هوانجو. ما في داعي تشرحي مين انت ابدا، ولا تكتري حكي، بنعرف شغلك من شكلك. بالنسبه لهدول العاجزين بيكتبوا 3 كلمات صح؟ عادي بيكتبوا مثلا ما هو تينغ، ما انك مضطره تشرحي مين انت. واذا غيرت الاسم مثلا ما دان تينغ. ليش عم تضحكي؟ ما دان تينغ يعني انولد بسنه الحصان وهو ملزم يحقق شيء، وبيحط معلومات عضو بجمعيه تربيه الاسماك. أو قائد جمعية الجندب. ماشي، وشو الفائدة؟ هي مجموعة ألقاب بتعني إنك ما حدا. أنا هلأ ما عندي اتصالات، بعتت حزم بس بلا فائدة. صحيح، اليوم أنا لما نزلت من الشركة قعدت وبلشت فكر بالسيارة. أنا هلأ كبرت بالعمر، شو ممكن ساوي؟ كيف رح يكون مستقبلي؟ وإجا شبدأ علي بلور السيارة. يعني فكرني شوفير تاكسي، قلت خليني وصله بطريقي. وبعدين فكرت بعدها إذا ما قدرت لاقي شغل تاني ممكن مثلا صير شوفير تاكسي، ليش لا؟ شو المانع؟ شغل حلو بيحصل 8 أو 10,000 يعني. مالي موافقة. مالي موافقة بنوب. ليش لحتى تصير شوفير؟ ليش التمييز ضدهم؟ ما بيصير الحكي. لا، ما عندي تمييز ضدهم، عندي تمييز ضدك. أنت ما عندك أي عزيمة فانج. درسنا علوم سياسية، مفتش عام صحيح؟ 10 سنين تعب وبدك تصير شوفير؟ هيك انت كان هدفك بالحياة؟ أكيد لا. لا، أنا مالي موافقة. بعرف إنك ما عاد تقدر تتحمل، بس ما في داعي للعجلة. عم تفهم علي؟ بسأل حالي أحياناً وبصير بفكر أنا عندي قدرات خارقة لسه ما بينت تماماً. دائماً بحس إنه عندي اهتمامات، بحب أحتفظ بالسمك وقاتل الجنادب، وبحب قراءة الكتب مثلاً، بس لما بطلع على الأمور القانونية وبقرأ العقود والملفات بيوجعني راسي عن جد. عم حاكيكي بصراحة. تعرفي إنه هاي المرة هن استحوذوا على شركتنا؟ مو الكل تركوا الشغل، يمكن أنا كنت الوحيد. ظهر إني الوحيد اللي ترك القسم بس. إيه، فهمت عليك فانج. إذا هيك القصة بعتقد إنه الموضوع ما إله علاقة بقدراتك. يمكن لأنك منيح بشغلك وهنن كتير بيغاروا، لهيك بدهم يتخلصوا منك. كتير وارد هالشي. هلا أنت هيك شايفة؟ اسمعني شو رح قلك. لما كنت عم تحكي عن الاتصالات عن جد أعجبت فيك. عن جد؟ أنا بس صراحة أنا اللي كنت مفكرته إنه جوزي عاطل عن العمل وطباخ مقيم بالبيت كمان، بس لما حكيت عن الاتصالات كان معك حق تماماً، عطيتني فهم جديد للكلمة. قلت إنه هو كتير منطقي، ليش لساته عاطل عن العمل؟ كنت عم حاول أعرف شو النقاط اللي بتعجبني فيك وشو اللي جذبني إلك. صحتي منيحة، وفكر بسرعة. أنا شخص متفائل، بتعرفي مو هيك؟ معناتها ما لازم تقلق. لا تستعجل. ماشي. ليش العجلة؟ ماشي خلص تمام، أنا ما رح استعجل أبدا، أكيد رح لاقي شغل بيوم من الأيام. شغل إيه؟ يكون هادف وبحبه، مجاني وسهل، وبجيب دخل منيح، وضل محترم. أنت كتير بتفكر مزبوط. صح، عم فكر كتير أنا حبيبتي. بما أنك قلت أنك رح تدعميني معناها رح تعوضي لي 800 يوان. بدك مساعدتي؟ طبعا، وإلا جزداني رح يكون فاضي نهائي. أعطيني بوسة.
قديش؟ 800. لشوف شو معي. حاسس حالي حبيبتك. ليش فايقة بكير؟ ليش ما نطرتيني لأعمل فطور؟ ما قدرت نام، فايقة من الخمسة وما عندي شيء أعمله. شو السبب؟ ليش ما نمتي؟ شو في سواد تحت عيونك؟ فيكي شيء؟ أنت منيحة؟ إيه أنا منيحة، عادي يكون في مشاكل بالنوم كل فترة. روح فايق يانج يانج، تأخر الوقت. فايق من شوي، كان معير المنبه عم يفرش أسنانه. إيه أكيد ما بدك مساعدة؟ لا لا خلص، روح غسل وجهز حالك. يعطيك العافية. يانج يانج، خلصت دراسة؟ تقريبا. لا تنسى، لا تستعجل بالإجابة من أول ما بتستلم الورقة. راس سؤال منيح. لك شو هاد؟ شو صار؟ كيف فارو انت واقفة جنب الغاز؟ وشو مشان البيت؟ كان مستوي لما رحت من جنبك، ليش ما شلتيه لهلأ؟ شوفي كيف احترقوا، خلص كبيون. انت قلتيلي اذا اكلنا اكل طيب محروق. خلص بقى خلص، هالشي صار مو بقصدي، ومشان البيت هلأ بقلي غيرون. يعني شو هالقصة؟ ما بدك لهالقد. طيب شو قلت لك؟ انا بس ذكرتك تخلي عينك على النار، ما قلت شي. انا ما كان قصدي يصير هيك. ماما انت منيحة؟ ايه منيحة، شو بده يكون فيني يعني؟ في خبز على الطاولة، روحوا كلوا، رح ارجع اقلي لكم بيت، ورح اغلي حليب. لا تعذبي حالك ماما، بشرب حليب بارد. حليب بارد؟ وبركي وجعتك معدتك طيب؟ عندك اليوم امتحان. طلعوا من هون انتوا الاثنين، يلا لشوف. شو بها ماما؟ بحياتي ما شفتها هيك. ما بعرف، مبينك كأنها أكلة بارود على الصبح. أنت كمل أكلك هلأ، بسألها ونحن رايحين. ماما؟ ماما انتي فقتي؟ ايه فقت.
لساتك زعلانة مني؟ أنا كتير آسفة ماما، لا تزعلي مني ماشي؟ مالي زعلانة، بس مبارح بالليل كنت عم صلح وراق، ضليت سهرانة لثلاثة الصبح وهلأ تعبانة ودايخة شوي، فبدي نام كمان. تركت لك أكل بالبراد، خبز وحليب وعصيدة كمان، كلي يلي بدك إياه. امسكوا فطاير بصل. اوف بابا، قديش حاطط فيهم بصل؟ كيف بدك تاكل فطاير بصل اخضر بدون بصل اخضر؟ ها وكترت بصل لتركزوا بالامتحان ماشي؟ وينه تليفوني؟ شو بيعرفني وينه؟ لقيته. ها عن جد مو معقول انت ليش مكتر بصل اخضر؟ كيف بدي احكي مع العالم بالشغل؟ ها طيب اذا هيك معناتها لسه باقي عجينه رح اعمل لك اياها بلا بصل، شو رايك؟ طيب فطيره سكر. ايه ماشي. هي علينا لير، اترك الكتاب وكل هلا. يلا يلا كل هلا. عم احفظ نماذج مقاله. ما بصير تتعب مخك بحفظ نماذج مقاله. لو عندي عقل منيح ما كنت اضطريت احفظهم. لير اسمعني، ما في داعي تدرس هدول هلا ابدا، دراسه سطر زياده ما رح يفيدك، ريح عقلك استخدمه بامتحان القبول. يلا كل. وانجي معلومه، احصائيات غير علميه، الانسان بيستخدم بس 10% من عقله، 90% لا، لهيك مستحيل نستخدم كالعقلنا، بزعل على اللي نادرة ما بيستخدموه. طيب ماشي، رح اقرا مقالتين. لا بقى تطلع بموبايلك، شو صاير لك؟ كول وحاجة تطلع عليه، يلا كول. لا تلعب بموبايلك على طول. لحظة، في شغلة مهمة، ينجزي بعت لي رسالة. ها؟ قال فان القرد ما عنا أكل بالبيت، جيب لي معك شي آكله. ما في أكل؟ آه مو معقول، أمها كتير صعبة بس لأنها لعبت بالليجو عم تحرمها من الأكل. خلص، كول وحاج حكي. خلص لا تتدخل. شو بدك بهالأحاديث؟ ضف فطاير لينجزي وخدهم معك. خد لي اياهم كلياتهم. تمام. فان ابني، ابوك فاق بكير كرمال يعمل لك فطور وانت لهلا ما دقته. طيب. يلا كول. ابني بتعرف انه كل يوم بحضر الفطور والغدا والعشاء وبضل مشغول، لازم تفيق ابكر من هيك انت وتاكل الاكل ساخن، مو تاكله بعجله. فطور وغدا وعشاء، كيف عم تطبخ لنا على الغدا؟ ما عم تروح على الشغل؟ لا، ابوك قصده انه لو ما كان عنده الشغل كان عمل لك غدا كمان. ما هيك؟ ايه. قديش الساعة؟ فايقين متأخرين اليوم، شو القصة؟ يلا بسرعة بسرعة، ابني فان خدها معك بتاكلها على الطريق. خلص باكلها على الطريق. لير ايه. يلا خلصت ايه أكل؟ انا خلصت. خد بيضة. شكرا خالتي. ابني فان خد بيضة. خدها خدها. يلا خدها. طيب انا خد اكلات ينزي معك. تعال. طيب يلا باي. قدمه منيح. سكر الباب وراك. لساتنا بأول اليوم، في كتير كركبة. ايه بعرف، كنت رح اكشف كل شيء، الفطور والغدا والعشاء. ليش برأيك انا قلت غدا؟ فطور وعشاء وبس، يعني ليش قلت الغدا؟ ليش؟ ما فهمت. ايه وكمان صحيح سونجي كيان.
معقول يعني؟ ما عم تعمل فطور لينجزي؟ عادت موتة من الجوع يعني؟ بعتقد لساتها زعلانة هاليومين وعم تطبق حيل صح فترة وبتمرق صح، بس بالنهاية الحق على شياوي دونغ. شياوي دونغ كان أجدب هاي المرة. أنت حكيتي مع سونغ شي؟ إيه، بس بتعرف أي حدا محلها رح يتضايق. سونغ كيان ربت ينجزي لحالة، بتعرف قديشة صعبة؟ لا مو سهلة، مو سهلة أبدا، خاصة الصبح مو سهلة على أي أب يأخذ أولاده على المدرسة بعدين على الشغل. الشغلة مو سهلة أبدا، مو سهلة، مو سهلة، مو سهلة. طيب خلص خليه يمرق، مو انت دائما بتعملي هيك؟ ما بيصير اتركه، اصلا ما بيصير يمرق. ليش كثير معصبه اليوم؟ عجقه كثير. ها احكي لي، في شي زعجك؟ لا تخبي، يلا لشوف احكي لي. ليش لحتى اخبي عليك؟ كلنا معرضين نمر بيوم سيء. انت اليوم مزاجك سيء من لما فقتي الصبح، كنت منيحه امبارح معقوله لاني شربت ولا في شي تاني؟ انا منيحه. انتبهي. انت منيحة؟ انا منيحة. انت منيح؟ ايه انا منيح. كان لازم تخليه يطلع بالاول، اللي عملتي خطير. شو عملتي انت؟ انزلي من السيارة، انزلي. منتبه على حالك شو كنتي عم تساوي انت؟ انت بتعرفي تسوقي؟ انا شو كنت عم ساوي؟ انت كيف بتسوق؟ فهمني. بتعرفي حالك شو عم تحكي؟ اطلعي انت، ضربتي لي سيارتي من ورا. انا ماشي ضمن المسار تماما وبشكل كتير طبيعي، انت برا المسار عم تحاول تنط وتتجاوزني. اطلعي منيح، في خط منقط هون، القانون اللي يسمح لي غير المسار وانت ما رح تخليني. انت بتعرف القواعد؟ زحمة السير ببكين كلها بسببكم انتو النسوان. انت بتعرفي قوانين السير؟ نسوان انت، سيارتي وعم تجاريني. ركز على الحادث، ليش عم تقلب الموضوع ليصير شخصي؟ شبهن النسوان ولا شي، شو بس بضحكو. فينا انا والنسوان يلي مثلي تعلمنا بمدارس رح مختلفة. خلص خلص لحظة، خلص استنى استنى، خلص أنا قبل ما تاخد الصورة. خلص رؤية، هلا بدي اعرف ليش عم تحكي عن النسوان. خلص بقى انت وياه، خلص بكفي سكروا عن الموضوع. خلصنا بقى، جي انت اطلع على السيارة، ما لازم تتدخل اساسا. جاوبني، شبهن النسوان؟ شو الغلط يلي فيهم؟ ما بدي اتجادل معك، ماشي؟ رح اتصل بالشرطة. ها؟ اتصل ومنشوف شو رح يصير، اساسا الحق عليك. خلص بقى خلص، شو صار لك هلا؟ شبكي؟ بلا مشاكل، خلص اهدي بقى. ما بدك مشاكل؟ معناها خد تاكسي، خد تاكسي على الشغل، مانك مضطر تتدخل اساسا. هي هي، لوين رايحة انت؟ حرك السيارة. انا بعتذر منك، رح اتأخر شوي، سيارتي عملت حادث. مو مشكلة، أنا جاي مشي الحال، انحلت المشكلة. مشي الحال، خلص الحق علينا. شو هالقوانين هي؟ هو طلع عن المسار وكسر على سيارتي ونحن نتحمل المسؤولية؟ طيب وطي معقول صوتك. ما في عدالة؟ لك وطي صوتك، الكل عم يتطلع علينا. ايه وإذا عم يتطلعوا يعني؟ أنا حكيت شي غلط؟ طيب طيب، نحن ليش واقفين هون؟ خلينا نمشي، منحكي بالسيارة، القصة مو مستاهلة. انت شايف انه كلامي مو منطقي وانه طريقتي غلط؟ هيك شايف قلي؟ لا لا ابدا، بس طيب معناها تصرف لحالك. انت شو عم تعملي؟ خود، انا تأخرت. هاي ليش عطيتيني المفاتيح؟ شو ما رح تسوقي؟ لا يا ربي، شو عم يصير معها هاي؟ يلا بسرعة 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 يا طلاب، يلا بسرعة. اسمعوني من هلأ وطالع، خدوا سرعة لير معيار للسرعة عندكن. يلا يلا بسرعة تحركوا. شو هالبطأ هاد؟ هوانغ زيتاو، يلا حتيني بسرعة. ليش لساتك عم تحكي؟ بسرعة يلا استعجلوا، تركي أنينت المي من إيدك. ما بتتذكروا قواعد الامتحان؟ بالامتحان الوطني اللي عم تعملوه يعتبر غش. عم تضحكوا؟ يلا ينجزي، شو عم بتساوي انتي؟ ليش لساتك عم تاكلي؟
كلي كم لقمة وخلص، بتكملي بعد الامتحان، ليش ما فطرتي بالبيت؟ فان، لازم تقدم منيح هالمرة. ايه طبعاً. حاول تطلع الأخير كمان. فشرت، هذا يانج يانج مو أنا. بسرعة. طلع طلع. عن جد انتو كتير بطيئين. عن جد بيزعلوا. الأنسة ليه بتضل عم تعيط؟ صفنا أحسن. ايه عن جد. صح. شو عم تساو؟ يلا رح يبلش الامتحان. أوكي. فوتوا. صايرين عم يشبهوا بعضهم.时间是最好的回答，勇敢。